السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، مواعيد مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري أبطال أفريقيا 2024-2025 دور المجموعات. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان واليمن وفي كل بقاع الأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا واليمن وفي كل بقاع الارض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الثلاثاء 26/11/2024 بداية الجولة الأولى من دور المجموعات، نادي مازيمبي الكونغولي هيلعب أمام مولودية الجزائر الجزائري الساعة 3 عصر النومسان بتوقيت مصر، الساعة 4 عصر النومسان توقيت مكة المكرمة، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت الجزائر. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية، والمعلق محمد مبروكي. متابعينا الكرام، يونج بويز آسف يونج أفريكانز هيلعب أمام الهلال السوداني الساعة 3 عصر النومسان بتوقيت مصر، والساعة 3 عصر النومسان بتوقيت السودان، الساعة 4 عصر النومسان بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 5، والمعلق محمد بركات. ماميلودي سان داونز لجنوب افريقيا يلعب امام مانيما يونيون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 6، والمعلق نوفل الفيش. النادي الاهلي المصري هيلعب امام استاد ابيجان من كوت ديفوار الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية، والمعلق علي محمد علي. وكذلك ايضا عندنا قناة بين اسمها ايه تايم سبورت الأرضية، والمعلق هيثم هيبة. متابعينا الكرام، عندنا نادي بيراميدز المصري هيلعب أمام ساجرادا سبرانسا 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة قناة بين سبورت شي 5، والمعلق أحمد عبده. الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي هيلعب أمام الجيش الملكي المغربي برضو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. قناة ناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية، والمعلق جواد بدة. وعندك أيضا أكيد قناة مغربية هتذيع المباراة المغربية البث الأرضي زي ما قلنا، والمعلق محمد العدالي. خلينا نشوف كده مباراة بيراميدز ايه ظروفها معانا. لا مش البث الأرضي، تمام. بعد كده عندنا النادي ايضا شباب بلوزداد الجزائري هيلعب امام اورلاندو بيراتس 9 مساء بتوقيت مصر، والساعة الساعة كام 8 مساء بتوقيت الجزائر، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 2، والمعلق نوفل الباشا. مش عارف قناة الجزائرية الأرضية هتذيع المباراة ولا ايه. فعلا قناة الجزائرية الأرضية هتذيع هذه المباراة. عندنا مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام دوجليبة المالي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و8 مساء بتوقيت تونس، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا الأولى، والمعلق عصام الشوالي. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، وانا اسف. الأول هنشوف ترتيب المجموعات عبارة عن ايه. المجموعة ايه الأولى تضم مولودية الجزائر والهلال السوداني، مولودية الجزائر الجزائري والهلال السوداني وينغوف افريكانز ومازيمبي الكونغولي. المجموعة الثانية تضم مانيما يونيون والجيش الملكي المغربي والرجاء الرياضي المغربي ومولود سان داونز الجنوب افريقي. المجموعة سي الثالثة تضم استاد ابيجان اورلاندو براتس وشباب بلوزداد الجزائري والاهلي المصري. المجموعة دي الرابعة تضم دوجليبة المالي وسكرتاس فرنسا وبيراميدز المصري والترجي التونسي. يعني اتمنى من المجموعة الرابعة تتأهل الترجي وبيراميدز، واتمنى من المجموعة التالتة يتأهل الأهلي وشباب بلوزداد. أما المجموعة التانية أتمنى طبعا الرجاء والجيش الملكي. أما المجموعة الأولى أتمنى الهلال ومولودية الجزائر. يا رب كل الفرق العربية تتأهل. طيب اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.